صباح الخير أعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حمودة وحلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو. هنتكلم النهاردة عن موضوع سن المشاركة للأطفال في أي رياضة. يعني إيه؟ يعني إمتى ننمي الموهبة بتاعة المشاركة؟ الكلام ده بيحصل معانا من البداية لحد سن 8 أو 10 سنين. أنا نفسي ما بحبش أفضل إن إحنا ندخلهم في منافسات في السن ده. السن ده بنعوده ان هو دايما يشارك زمايله، يبقى في شيرنج دايما في كل حاجه. ده عشان ننمي عنده حته ان هو ما يبقاش عنده الانا، او ان هو عايز دايما كل حاجه لنفسه. لا، هو بيشارك كل اصحابه في كل حاجه، في التمارين، في اي حاجه هم بيعملوها مع بعض، تمام؟ عشان ده بعد كده لما بيكبر في السن ما يبقاش دايما عنده حب الامتلاك، لا، هو بيتعود ان هو يعرف يساعد. وهنتكلم في حلقة تانية بعد كده إن إمتى نبتدي نعلي عنده حتة المنافسة. ده بيبقى ليه سن تاني، وهنعمل فيها تمارين مختلفة عن اللي إحنا هنعملها النهاردة. ريتاج وياسين، بتعملوا شيرينج في السكول عندكم؟ ريتاج الأول كده زي إيه مثلا؟ إيه الحاجات اللي بتعملوا فيها شيرينج؟ بيبقى عندنا أكتيفيتي في الفصل بنعملها مع بعض، برضو في التمرين ساعات بيبقى عندنا حاجات زي أكتيفيتي بتبقى جماعية بنعملها مع بعض. أيوه، حلو قوي. ياسين، في شيرنج بتعملوه ساعات مع بعض؟ لا، مفيش. ما جربتش كده مثلا انت واصحابك السناك بوكس مثلا بتاعكو، انت عندك مثلا تفاح هو عنده جريبس مثلا، فانت نفسك في حاجه هو نفسه في حاجه عندك، فممكن تبدلوا سوا؟ ما بتعملوش شير؟ انت طماع، انت بتحب تاكل اكلك كله لوحدك. طيب، طبعا دي بتختلف عادي من طفل لطفل، في حاجات معينه ساعات الامهات بتقول لاولادها ايه، لا حاجتكو انتوا اللي تاكلوها، عشان هي عايزه ابنها يوصل له مثلا ايه العناصر الغذائيه دي، تمام؟ ممكن حد تاني يبقى منزل ابنه السناك بوكس بتاعه مش حلو قوي مثلا، في سويتس، في حاجات من دي، فالام دايما بتبقى عايزه ابنها طالما حاطه له اكل مفيد فعايزاه ان هو ياكل الاكل المفيد ده. احنا النهارده هنعمل شويه تمارين تفيد الصحه عموما بصفه عامه بمساعده ريتاج وياسين. جاهزين معايا؟ جاهزين، يلا بينا. التمرين الأول جري للجانبين على القضبان زي ما احنا شايفين، ده بيشغل عضلات الرجلين بالكامل. التمرين الثاني نعمل سكوات وبنحذف الكرة، ده بيشغل الرجلين والذراعين مع بعض. التمرين الثالث تبادل الكرة مع دوران للجناب، بيشغل عضلات الوسط كلها. التمرين الرابع بنعمل باص للكرة مع بعض، بيشغل عضلات الرجلين كلها وبينمي المهارات طبعا. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا التمارين مع بعض زي ما شفنا انا وياسين وريتاج. التمارين دي شغلت تقريبا شبه عضلات الجسم كلها، الرجلين، الدراعات، الكتاف، زي ما شفنا كده علت الفتنس برضو بتاعنا. اشتغلنا شويه على الكارديو فاسكولار سيستم، عضله القلب. حسيتوا بالتمارين معايا النهارده قد ايه اشتغلت معانا؟ ايوه. تمام، اتمنى ان تكونوا استفدتوا، واتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا معايا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سوبر هيرو. سوبر هيرو.